صباح الخير، نشرة أخبار الثامنة والربع من صوت لبنان مع تحيات باسمة أبو سرحال إلسي كفوري والمخرج سيمون صور. العناوين. هل يكون الاثنين يوم غضب في الشوارع؟ ميقات في بيروت في الساعات المقبلة وعون يغادرها غدا إلى قطر. جنبلاط يطالب الحريري بالعودة. محل برشا، لكن إذا غاد وسلمنا البلد كل البلد إلى المحور السوري يكون غلطة فاتحة. انتخابات اليوم لصيادلة وأطباء الأسنان. ماذا سيحدث غدا الاثنين 6 صباحا عندما يكون رئيس الجمهورية وعندما تكون الحكومة ورئيسها ووزراؤها والبرلمان رئيسا ونوابا نائمين وهم أصلا نائمون لا يصحون إلا لأمر واحد؟ ترتيب الاعوجاج لما بقي من خط مستقيم في البلد، وهذا ما يحدث مع القضاء بدءا من المحقق العدلي وصولا إلى القاضيات المستقيلات وقضاة الاستئناف والتمييز والهيئة العامة لمحكمة التمييز ومجلس القضاء الأعلى الذين وقفوا بوجه استباحة سلطة القضاء المستقل. 6 من صباح غد لن يستقيل جورج قرداحي. 6 من صباح غد لن يعود الدولار إلى تواضعه. 6 من صباح غد لن يحدث انقلاب عسكري. 6 من صباح غد يجب أن يبدأ نهار الغضب وأسبوع الغضب وشهر الغضب وزمن الغضب عملا بالدعوات العامة التي وجهت عبر مناشير وعبر بيانات نشرت على مواقع التواصل للتظاهر في مختلف المناطق اللبنانية، والدعوة موجهة إلى كل شخص ما عنده حليب، ما قادر يدفع بنزين، أجار البيت، جرة الغاز، و اللي ما قادر يستمر بهالبلد، لولاده عم بهجروا من البحر أو محبوسين، إلى جميع هؤلاء، أي كلكن يعني كلكن، باستثناء أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة والزوات، تفضلوا نزلوا على الساحة على الساعة 6 الصبح على كل شوارع لبنان ليكون إضراب عام والدعوة عامة، وسواء كانت الدعوة جدية أو لا، إلا أن الغضب مدفون في قلب كل لبناني يرى وطنه يحتضر وهو غير قادر على فعل أي شيء لإنقاذه. حكوميا لا أفق واضحا حول معاودة جلسات مجلس الوزراء اعتبارا من الأسبوع الطالع، ويبقى الترقب سيد الموقف بانتظار تظهير المشهد السياسي في ضوء موقف الثنائي الشيعي من الملف القضائي. فحزب الله يسعى إلى مقايدة جديدة بين الرئيس نبيه بري والتيار الوطني الحر تقوم على إحالة محاكمة الرؤساء والوزراء إلى محكمة خاصة مقابل موافقة بري على السير بالقانون الانتخابي وفق ما يريد التيار، ومن ضمنه إنشاء الميجا سنتر وحصر اقتراع المغتربين بالمقاعد 6 المخصصة لهم. في أي حال يعود رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى بيروت في الساعات المقبلة قبل الانتقال في وقت لاحق إلى مصر وبعدها تركيا، فيما يغادر رئيس الجمهورية إلى الدوحة غدا. التيار الوطني الحر دعا إلى فك أسر الحكومة وتحريرها من الاعتبارات التي تعطل عملها، وإلا فإنه سيدعو المجلس النيابي إلى جلسة مساءلة للحكومة عن أسباب عدم اجتماعها، ورأى أن المكان الأنسب لمعالجة أي مشاكل في قضية التحقيق العدلي في انفجار المرفأ هو مجلس النواب والهيئات القضائية المعنية، وحض وزارة الداخلية على استكمال التحضيرات اللازمة لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها الطبيعي في أيار المقبل. وزير الصناعة جورج بوشيكيان اعتبر أن الحكومة بخير والعمل جار على عقد جلسة في أسرع وقت مع إزالة كل المعوقات التي تحول دون ذلك، ونفى ما يشاع عن استقالة ميقاتي مشددا على أن الحكومة لا تزال حكومة إنقاذ وأن الوزراء يعملون باندفاعة أكبر بعد الأزمة الأخيرة. ف
في المواقف أيضا اعتبر رئيس التقدمي وليد جملاط أن تسليم البلد إلى المحور السوري الإيراني غلطة فادحة، ودعا الرئيس سعد الحريري إلى العودة لمواجهة هذا المخطط سويا. تجتمع الحكومة إذا ما أوقف التحقيق في مرفأ بيروت، هذا هو الشرط. مع الأسف هذا هو الشرط. هذه الحقيقة موضوع الانتخابات، أيا كانت الصعوبات، أيا كانت الهواجس أو التحفظات أو سموها اللي بدكم، ما فينا نطلع من تحالف طبيعي موضوعي وتاريخي مع المسبب. بالرغم من كل شيء نقول للشيخ سعد بلد لبنان أن يبقى في المهجر شأنه، لكن بلد لبنان ويبقى قطب أساسي في المحيط الوطني، في الوضع الوطني اللبناني. غيابه عن الساحة لا يفيد، محله برجع ظروف تغيرت، لكن إذا غاب وسلمنا البلد، كل البلد، إلى المحور السوري الإيراني تكون غلطة فادحة. لا نستطيع وحدة بدون الشيخ سعد أن نواجه سلميا، أن نقاوم سلميا، أن نقول كفى. نصيحة. بعد الفاصل، كورونا لبنان والمتحور الجديد. هل بات العهد في موت سريري؟ وكيف السبيل لتفادي خطر الزوال؟ وما هو المطلوب لتفادي اغتيال الانتخابات؟ الجواب مع الكاتب السياسي علي حميدي في كواليس الأحد 9:30 صباحا، وفي إعادة 9:30 مساء. إعداد وتقديم الدكتور شرب المارون عبر صوت لبنان. أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامي أن قيمة الليرة تعود إلى توازن منطقي، وستكون قيمتها أعلى مما هي عليه اليوم في إطار اتفاق بين الدولة اللبنانية وصندوق النقد الدولي، وبعد وضع قانون مالي موثوق به وإعادة هيكلة المصارف اللبنانية على أساس أموال جديدة. وشدد على أن مصرف لبنان لا يستطيع أن يبادر بإصدار أوراق نقدية جديدة بالليرة اللبنانية بأصفار أقل، وقال إن خطوة مماثلة تتطلب موافقة الحكومة وإصدار قوانين. صناديق الانتخابات النقابية تفتح اليوم أمام الصيادلة وأطباء الأسنان، وعشية الاستحقاق أعلن تيار المستقبل سحب مرشحيه تلافيا لإدخال النقابة في الزواريب الضيقة كما جاء في البيان. جبهة المعارضة اللبنانية أعلنت دعمها للائحة نقابة ثورة التي استطاعت أن تجمع في عدادها وجوها عملت على تصويب المسار النقابي في أكثر من مناسبة، وتعمل على إرساء النهج التغييري في النقابة وهو يشكل قاعدة العمل الوطني. ودعت جبهة المعارضة أطباء الأسنان في لبنان إلى التصويت بكثافة للائحة استكمالا لمعركة التغيير. المرشحة لمنصب نقيبة أطباء الأسنان في بيروت الدكتورة إميلي حايك دعت عبر صوت لبنان إلى الإقبال الكثيف على التصويت. من أضخم الانتخابات اللي بتصير بنقابة أطباء أسنان ببيروت، ونحن مدعيون للمشاركة الكثيفة والتصويت للائحة نقابة ثورتي اللي نحن عم نخوض من خلال الانتخابات، واللي بتضم زملاء من خيرة أطباء لبنان متفقين على مشروع نقابة واضح، منطلقين من نضال نقابة وطريقة عمل جديدة مختلفة نظيفة، رافضين من خلال المحاصصة والفساد، وهذا هو جوهر الموضوع اليوم في قلب نقابة أطباء أسنان ببيروت. حايك التي تترأس لائحة نقابة الثورة لفتت إلى أن الهدف هو الثورة على النهج القديم في إدارة شؤون المهنة. نقابة الثورة لأنه الأداء اللي قدمته من خلال عملي النقابة كان ثورة على النهج القديم يلي هو معتمد للأسف المحاصصة والفساد، ونحن أكيد مدعومين من عدة مجموعات من الثورة من ضمن جبهة المعارضة، واللائحة بتضم زملاء كلهم مستقلين وعندهم الاستقلالية الذاتية وحرية القرار. الأهم أنه يرجعوا يشعروا الأطباء أنه النقابة هي سند لهم، لأنه خلال السنتين اللي مروا فيهم عينوا كتير بالأزمة الاقتصادية والصحية، وللأسف نقابتهم كانت غايبة. هي بحاجة اليوم أنه النقابة تكون سند لهم وتهتم بهمومهم اليومية.
رحبت وزارة الخارجية السعودية بإعلان الحكومة الأسترالية عن عزمها إدراج حزب الله بجناحيه السياسي والعسكري منظمة إرهابية في أستراليا. تحت عنوان لبنان السيد حقيقة عربية، أطلق عدد من المفكرين وقادة الرأي ثوابت الهوية اللبنانية. التفاصيل مع مجدلين عيد. رفضا للتدمير المنهجي الذي تتعرض له الهوية اللبنانية وانتماؤها إلى المدى الحيوي الحضاري العربي، تلاقى عدد من المفكرين وقادة الرأي وأطلقوا إعلان لبنان السيد حقيقة عربية، مؤكدين تمسك اللبنانيين في دفاعهم عن عروبة لبنان واعتبارهم ذلك جزءا أساسيا من معركة بقاء هذا البلد، بحسب البيان الذي تلاه الصحفي والكاتب سامي منسة. ما يحصل الآن في لبنان هو أخطر حملة تشن على هوية لبنان وانتمائه العربي من خلال مسعى قوى محلية وخارجية في إلحاقه بوصاية دول إقليمية غير عربية وتتناقض في إيديولوجيتها المغلقة مع خصوصية لبنان المنفتحة على التعدد والحرية الخلاقة، إضافة إلى بذل كامل طاقتها لزج لبنان في اصطفافات ومواجهات ومعارك وإلحاقه بمحاور مواجهة ترهق اقتصاده بل تدمره وتخلخل تماسكه الوطني بل تفنيه وتصادر مؤسسات الدولة فيه بل تقولها وتتسبب بعلاقة متأزمة مع محيطه العربي بل تؤدي إلى سلخ لبنان واستئصاله عن ذاكرته التاريخية ومنبته الطبيعي. المجتمعون أكدوا أن لبنان الوطن قضية انتماء ومصير. المعركة الحاصلة الآن في لبنان ليست مجرد دفاع عن عروبة لبنان بل دفاع عن الهوية العربية بأسرها، فالعروبة من دون لبنان مستقر ومزدهر ومتقدم هي عروبة منتقصة ومشوهة، ولبنان من دون عمق وانتماء عربيين كائن هش وهجين في مهب رياح التغيير العاتية. سفير جامعة الدول العربية عبد الرحمن الصلح أكد أن اتفاق الطائف حسم هوية لبنان العربية من بوابة القيم والمصالح المشتركة. مجدلين عيد، صوت لبنان. التنقيب عن النفط والغاز وإمكانية مشاركة الشركة الوطنية الماليزية بتروناس في دورة التراخيص الثانية محور بحث بين وزير الطاقة والمياه وليد فياض وسفير دولة ماليزيا في لبنان، وتناول البحث إمكانية التعاون في مجال توريد الغاز السائل إلى لبنان وبناء معامل توليد الكهرباء ومشاريع المياه، وأبدأ الجانب الماليزي استعداد بلاده لتدريب الكوادر اللبنانية في مجالات الطاقة والنفط والمياه. في يوميات كورونا 8 وفيات و 1515 إصابة جديدة، وفي إطار خطة تسريع تلقيح التلامذة أعلنت وزارة الصحة أن كل مؤسسة تربوية ستقوم بإرسال نموذج الموافقة على إعطاء اللقاح إلى ذوي التلامذة الذين هم من مواليد 2010 وما قبل، وسيقوم الأهل بملء المعلومات وتوقيعها وإعادتها إلى المدرسة في خلال 48 ساعة كحد أقصى. وزير الصحة فراس أبيض أكد فيما يتعلق بمتحور كورونا الجديد أوميكرون أنه لا يوجد بين لبنان وجنوب إفريقيا أو البلدان المجاورة لها أي رحلات مباشرة، علاوة على ذلك يصل عدد قليل جدا من الركاب من تلك الوجهات ويخضع جميع الركاب الواصلين إلى لبنان حاليا لاختبار PCR. ولفت إلى أن فرض حظر سفر على المسافرين القادمين من تلك الدول سيناقش خلال اجتماع لجنة الأمراض المعدية في الوزارة صباح غد. خارجيا، لفت الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى أن سلالة كورونا الجديدة تثير قلقا كبيرا وتنتشر بسرعة، فيما قالت نائبته إن الإدارة ستتحرك بصورة تدريجية فيما خص فرض قيود إضافية على السفر. وبدأ المتحور الجديد بالتمدد في أوروبا حيث رصدت حالتان في بريطانيا وإصابة في إيطاليا وإصابتان في ألمانيا، فيما أعلنت هولندا أنها رصدت 61 مصابا بالفيروس بين مسافرين على رحلة أتت من جنوب إفريقيا. شركة فايزر أعلنت أنها تجمع المعلومات حول المتحور الجديد لبحث إمكانية تعديل لقاحاتها، وهي ستكون قادرة على تصدير لقاحات معدلة في خلال 100 يوم.
البحرين أدرجت 4 دول إفريقية جديدة في القائمة الحمراء الخاصة بفيروس كورونا، في وقت حظرت إسرائيل دخول الأجانب من كل الدول التي رصدت فيها السلالة الجديدة. قال المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران روبرت مالي إن من المرجح أن تمارس الولايات المتحدة مع شركائها ضغوطا على إيران إذا استغلت المحادثات التي تستأنف في فيينا الاثنين. لقي 4 أشخاص مصرعهم بينهم طفلان إثر تفجير سيارة مفخخة في منبج حسب المرصد السوري. حذر مسؤول كبير في الاتحاد الأفريقي من أن إثيوبيا تواجه خطر التفكك والانزلاق نحو دوامة الاقتتال والخراب على غرار ما حدث في الصومال وسوريا وليبيا. والآن إلى الصفحة الرياضية مع رومن طنوس. في أخبارنا لليوم، وضمن منافسات الجولة الثالثة لتصفيات نهائية للأندية الأوائل بالدورة الدرجة الثانية للموسم 2021-2022، فاز الراسينج على السلام صغرته 1-0 على أرض ملعب مجمع فؤاد شاب بجونيا. إلى ذلك فاز الشباب الغازية على الاجتماع 2-1 على ملعب أنصار، كما تعادل فريقان النهضة بالرليس والنبيشيت 3-3 على أرض ملعب أمين عبد النور بفحمدون. محليا ايضا، وضمن منافسات الاسبوع الاول خلال فعاليات الدوري اللبناني لكره الصالات لموسم 2021-2022 فاز فريق الجيش على فريق الشويفات 3-1 على ملعب الشويفات، كما فاز فريق الجنوب الرياضي على فريق المشعل بدنايل 6-3 على ملعب الصرفان. الى ذلك فاز فريق حمين الفوقه على فريق طرابلس 8-2 على ملعب السد. أخيرا فاز منتخب شباب لبنان بنتيجة 1-0 أمام منتخب الأردن بالمجموعة الثانية لبطولة إرسينج لاتحاد غرب آسيا الثانية للشباب العراق 2021. والآن إلى الأحوال الجوية. يكون الجو اليوم غائما جزئيا مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة ورياح ناشطة أحيانا ولا سيما في المناطق الشمالية. كان في هذه النشرة: هل يكون الاثنين يوم غضب في الشوارع؟ ميقات في بيروت في الساعات المقبلة وعون يغادرها غدا إلى قطر. جنبلاط يطالب الحريري بالعودة. محل مرجع، لكن إذا غاب وسلمنا البلد، كل البلد إلى المحور السوري يكون غلطة فادحة. انتخابات اليوم لصيادلة وأطباء الأسنان. النشرة انتهت، شكرا للمتابعة.